أهلا وسهلا أحبتي، كيف الحال؟ أتمنى أن يكون الجميع بصحة وسلام. موضوع اليوم تلبية لطلبكم سأحاول شرحه وتبسيطه، وهو من أهم مواضيع رائد التنوير محمد شحور رحمه الله التي أثارت جدلا واسعا، وهو مسألة الميراث. ميراث الأولاد حسب منهج الدكتور رحمه الله، يعني هل فعلا الذكر دائما يأخذ ضعف الأنثى؟ وما هي طريقة القسمة الصحيحة لكل الحالات؟ ومن هم المعنيين بالميراث؟ وما إلى ذلك من توضيح التباسات كثيرة في هذه المسألة. قبل أن نبدأ، إذا كنت جديد في القناة فلا تنسى تشترك وتفعل الجرس لتصلك كل فيديوهاتنا. لنبدأ الآن. أولا علي أن أبدأ بأهم أمر وأهم نقطة وضحها الدكتور رحمه الله، وهي أن الله وضع قانون لكل الناس وليس للمؤمنين فقط لتقسيم أي ثروة يتركها الميت، وأعطى فيه توجيهات، وهو القانون الأساسي والأول قبل الإرث، وهو الوصية. يعني عكس ما وجدنا في فقه الموروث، فقه الموروث أعطى كل الأولوية للإرث وأحكام الإرث وليس للوصية وأحكامها، وقالوا أن آيات الإرث نسخت آيات الوصية، وأهملوا كل آيات الوصية واعتمدوا على حديث أحاد يقول لا وصية لوارث، وجعلوه أهم من كلام الله. فإذا نظرنا إلى التنزيل الحكيم نجد أن الله وضع 10 آيات عن الوصية، أما الإرث 3 آيات، ونجد الله في 4 مواضع من آيات الإرث يعطي الأولوية للوصية في تقسيم التركة، فيقول من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني بعد الوصية أو الدين يوزع الباقي كميراث، وإذا لم يبقى شيء بعد الوصية أو الدين انتهى، تنفذ الوصية حرفيا وانتهى الأمر، لأنه قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالوصية هي الأساس مع مراعاة المستضعفين من الأقربين، يعني المساكين أي المعاقين أو الأطفال أو اليتامى من أولي القربى أو المرضى، يعني يراعي القسمة ويتقي الله فيهم عندما يوصي. يعني مثلا ولد معاق نصيبه لا يكون مثل إخوته الأصحاء، أو مثلا بنت متزوجة زوج كامل ماديا وتعيش بظروف جيدة لا يتساوى نصيبها مع أختها التي تعيش عكسها ظروف قاسية، وهكذا. وهذا معنى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يعني تتق الله أثناء الوصية وأنت تكتب القسمة. يعني في الوصية يقول الله نصيب ولا يقول حظ، لأن النصيب هنا في الوصية يكون معلوم من الموصي. فعندما لا تكون وصية فكيف تقسم التركة؟ جعل الله بديل عن الوصية وهو الإرث، هو بديل وهو احتياط لنقل الثروة عندما يهمل المتوفى قانون الوصية، وسماه في الميراث حظ وليس نصيب. لماذا؟ لأن الحظ له معطيات لا يكون لك دخل فيها لا أنت ولا صاحب الأرث، فأحيانا يكون حظ الذكور أكثر من الإناث، وأحيانا حظ الإناث أكثر من حظ الذكور، يعني حسب التباين العددي للجنسين، وفي الغالب يكون التساوي بينهما. أما النصيب في الوصية يكون معلوم، لأن صاحب الميراث يكون يعلم ما يملك وهو أدرى بظروفه وظروف كل فرد في عائلته. وفي الوصية يمكن أن يتدخل شخص آخر وينصح الموصي عندما يجده أخطأ في التوزيع، مثلا ينصحه أن يغير هذا ويعطي هذا، يعني شيئا من هذا القبيل، لقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لكن في الميراث نظام من الله، تقسيم وضعه الله، لا أحد يمكنه التدخل فيه. وفي الوصية يمكنك أن توصي لملجأ تتبرع لملجأ أيتام أو مستشفى أو للمعاقين، يعني لأي مستضعفين في الأرض، أما في الأرث لا، الذين ذكرهم الله فقط. نأتي الآن
للإرث، إرث الأولاد، كيف يوزع إرث الأولاد؟ هذه الآية التي تشاهدونها وضع الله فيها القاعدة العامة والأساسية لتوزيع الإرث بين الذكور والإناث، يعني تنبثق منها كل الحالات لتوزيع الإرث. الحالة الأولى، للذكر مثل حظ الأنثيين. ماذا يعني؟ يعني مثلا عندي مبلغ 600 مليون وعندي ذكر وبنتين، وأمرتك أن تعطي للذكر مثل أختيه. ماذا يعني؟ معناه تعطيهم بالتساوي، 200 للذكر و200 للواحدة و200 للأخت الأخرى. يعني أمرتك أن تعطي الذكر مثل أختي الاثنتين، مثل كل واحدة، يعني بالتساوي، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين يقصد مثل حظ كل واحدة منهما. وهنا لم يقصد الضعف، لو قصد الضعف لقال للذكر مثل حظ الأنثيين، أو لقال للذكر ضعف الأنثى وانتهى الأمر. يعني هذه الحالة لما تكون نسبة الإناث، عدد الإناث أقل من اثنتين، يعني دون الاثنتين مقابل ذكر واحد، فتكون القسمة هنا بالتساوي بين الذكر والأنثى. طيب، وإذا كانت فوق الاثنتين، يعني ذكر وثلاث إناث أو أربع أو خمس إناث، قال لك فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فحسب ازدياد عدد الإناث يتغير حظ الذكر وحظ الأنثى، وسنلاحظ ذلك. كلما يكون عدد الإناث أكثر من عدد الذكور، يعني الإناث فوق الاثنتان فلهن ثلثا ما ترك، يعني في هذه الحالة الثانية الإناث يأخذن الثلثان والذكر يأخذ الثلث الباقي، ثلث واحد. يعني مثلا لدينا أربع أولاد، ذكر وثلاث إناث، ولدينا مبلغ 600 مليون، نعطي الإناث الثلاث الثلثان والثلث الباقي للذكر. تعالوا نحسبها لكي نعرف كم طلع حظ الأنثى وكم طلع حظ الذكر. 600 نقسمها على 3، نجد الثلث وهو 200، نعطي النساء الإناث يعني ثلثان، يعني نعطيهم 400 بيناتهم، والثلث الباقي للذكر وهو 200. والإناث لما تقسم الثلثان اللي هو 400 تقسمها على 3، نجد حظ كل أنثى 133.33، والذكر 200، يعني حظ الذكر هنا أكثر من الأنثى. طيب، نضيف مثال آخر ونفس القاعدة ونشوف النتيجة. إذا كان ذكر مع 5 إناث، يعني القسمة هي الثلثان للنساء والثلث للذكر. تعالوا نشوف النتيجة أو الحظ هنا للذكر والأنثى. مثلا مبلغ 600 مليون، ثلثها قلنا 200 مليون، يأخذ الذكر 200 يعني ثلث، والنساء الخمس تأخذ الثلثان يعني 400. نقسم بالتساوي الثلثان على الإناث الخمس، تطلع كل واحدة حظها 80 مليون والذكر 200، يعني الذكر هذه المرة أكثر من الأنثى بضعف وربع حظ كل أنثى واحدة، لأن عدد الإناث هنا زاد. مثلا مثال آخر، عندما يكون ذكرين وخمس إناث، نفس الطريقة، نحسب نفس المبلغ مثلا 600 مليون، ثلثان للإناث والثلث للذكور، لكن الحظ يتغير، حظ الذكر الواحد طلع 100 وحظ الأنثى الواحدة طلع 80، يعني الذكر أزيد قليل. إذا كان مثلاً